أنا كنت يعني من أوائل مدرستي وكنت دائما الأول على محافظة مدينة خان يونس. كل الأحلام تبددت، مدرستي تجرفت، بيوتنا راحت. خلونا في السقعة وفي المطر يمرسوش عليه المي، ايش بدهم فينا؟ رشوا علينا مي واحنا مشلاحين بوعينا. هم بهدوا واحنا باذن الله بنبني. اشجار الزيتون اللي منكم تحت هانا عندي خلعونا 200 شجر زيتون قائمه مثمره، كل شجر زيتون ما تقارب عمرها 500 سنه. طبعا هذا الهدم المنشأ اللي عندنا لحد الان خلال السنه هاي هدونا 6 مرات. حجر ورا حجر بني، فالحمد لله ما هم بيهدوا احنا بنبني باذن الله. حتى المنشأ هاي، حتى هاي الدار اللي هدوها راح نبني بدالها باذن الله واحنا صامدون.